منذ 67 مليون سنة عاش عملاق ومات، ابتلعته الأرض. ولكن هذا الديناصور خلف وراءه أكثر من مجرد العظام، إنه مومياء. عندما تلقي نظرة على عينة استثنائية كهذه بالتأكيد تصيبك الدهشة. حراشفه وجلده، عضلاته وأنسجته قد تجمدت عبر الزمن، وقد تغير الآن مفهومنا للديناصورات معيدة أسرارا طال زمن انقراضها إلى الحياة. مومياء الديناصور تجعل الديناصورات الأخرى تبدو رثة. إنها عملية تشريح فريدة من نوعها عبر استخدام أكثر آلات التصوير الشعاعي تطورا. سنزيل الختم عن قبر مومياء الديناصور. داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة. منذ 67 مليون سنة تهيمن الأنهار والأراضي الرطبة على التضاريس، تجري مياهها إلى ناحية الشرق حيث توجد أرض داخلية واسعة. إنها خضراء نضرة، وتسكنها مخلوقات كبيرة الحجم. إنها نهاية العهد الطباشيري، قمة تطور الديناصورات، حين كانت إحدى زواحفنا المفضلة تطوف الأرض. ترايسيراتوب. تايريناسورس. وآكل نبات طوله 12 مترا ووزنه 3 أطنان يدعى هادروسور. هنا تبدأ قصتنا. الهادروسورات كانت بمثابة أبقار العهد الطباشيري، تقضي يومها في مضغ الحشائش عندما لا تكون تركض كي تنفذ بجلدها. لم تكن فقط إحدى وجبات تيراكس المفضلة، بل كانت أيضا إحدى أنجح ديناصورات ذلك العهد. وجدت متحجرات خاصة بالهادروسور في الأرض أكثر مما وجد لأي ديناصور آخر تقريبا. ولكن هذا الهادروسور بالذات مميز، إن لم يكن في حياته ففي مماته. ليس فقط عظامه وأسنانه، بل جلده وأنسجته، وربما حتى أعضاؤه قد نجت عبر دهور من الزمن. وكأن هذا الحيوان التقى نظره بنظر الكائنة الأسطورية ميدوزا وتحول إلى حجر. هذه مومياء لديناصور، واحدة من القلة القليلة التي وجدت. بالنسبة إلى الدكتور فيل مانينغ من جامعة مانشستر في إنجلترا الذي كان يقود حملة الاستكشاف، هذه فرصة العمر. متحجرات الديناصور غالبا ما تكون عظاما منفصلة، من وقت إلى آخر يحالفنا الحظ بإيجاد جزء من هيكل عظمي، وفي الحالات الاستثنائية نجد هيكلا عظميا كاملا مترابطا. يعتبر هذا إحراز علامة كاملة بما يخص الديناصور. مومياءات الديناصور لا تقدر بثمن، إنها نادرة للغاية. نادرة ومفعمة بالألغاز العلمية، حتى إن واحدة منها لديها القدرة على تغيير مفهومنا بالكامل بما يتعلق بالديناصورات. حتى الآن متحجرات عظام الديناصورات الموجودة في متاحف التاريخ الطبيعي كالأسنان والأيدي هي التي أخبرت العلماء أمثال مانينغ كل ما يعرفونه عن هذه الزواحف المنقرضة. يعرفون حجمها من هياكلها العظمية، ولكن من دون وجود الأنسجة واللحم لا يمكنهم معرفة أشكالها.
من أحجام وأشكال عظام ساق الديناصور استطاع العلماء معرفة كيف كان يتحرك، ولكن من دون العضلات لا يمكنهم معرفة سرعته. عبر مقارنة عظام الحيوانات مع بعضها استطعنا تمييز أكثر من 300 فصيلة من الديناصورات، ولكن من دون الجينات والبروتينات لا يمكننا التأكد من كيفية تطورها أو كيفية تحولها فيما بعد. مومياء الديناصور بأنسجتها المتجمدة عبر الزمن ستساعد الباحثين على استكشاف طريقة عمل أجساد هذه المخلوقات القديمة كما لم تفعل من قبل، فاتحة لنا نافذة نادرة على طريقة عيشها. من العدل أن نقول إن مومياء الديناصور خاصتنا تجعل معظم الديناصورات الأخرى تبدو رثة، ببساطة لأن الأدلة التي نحصل عليها من هذا المخلوق دقيقة جدا مقارنة بالهياكل المفككة التي نضطر للاستنتاج منها أحيانا. مع عينات من المتحجرات الجلدية وكميات من المساحة العضلية وبعض من المادة الجينية، أصبحت مومياء الديناصور جاهزة لاستكشاف يليق بالملك توت. ويتضمن هذا الاستكشاف أكبر صورة أشعة تم القيام بها. مع حيوان حي يمكنك تشريحه، تستطيع فتح الجسد وإلقاء نظرة على الداخل كما تشاء. هذا مدهش. لا يمكنك فعل ذلك عندما تكون مادة التشريح صلبة كالمومياء كهذه. آلة التصوير الشعاعي العملاقة التي تملكها الناسا يمكنها كشف أي شيء، من مادة أكل هذه الديناصورات إلى كيفية تحركها وعدد التجويف في قلبها. ولكن قبل أن نقترب من حل هذه الألغاز علينا أن نعود إلى البداية. تدعى هذه تشكيلة هيل كريك، ولكن بالنسبة إلى علماء الإحاثة هذه البقعة في داكوتا الشمالية هي الجنة بعينها. جميع الديناصورات التي عاشت حياة سعيدة مثمرة على هذه السهول أيضا ماتت هنا. مما جعل هيل كريك منبعا للمتحجرات. نوم مومياء الديناصور الذي استغرق 67 مليون سنة انتهى في يوم صيفي من العام 1999، حيث كان الطالب الثانوي تايلر ليسون خارجا في احدى جولاته الاستكشافية الروتينية. يعرف ليسون تقريبا كل انش من هذه الارض، إنها ملك لعائلته منذ أجيال، وهو يبحث فيها عن المتحجرات منذ كان طفلا. عندما أصبح مراهقا كان قد قاد 20 بعثة تنقيب عن الديناصورات، ومع ذلك لم يكن يتوقع ما وجده ناتئا من التلة الصخرية. لقد تبعت أجزاء العظام إلى أخدود صغير ووجدت فقرتين عظميتين خارجتين من جانب التل. ليس هذا الجزء الغريب، فأجزاء الديناصور مبعثرة على كامل هيل كريك. هذه كانت مختلفة، كانت مع بعضها وكانت مترابطة، كانت في الترتيب الصحيح كما في الحياة، وهذه حالة نادرة للغاية. جمع ليسون طاقمه وبدأ تنقيب التل الصخري مزيلا الكثير من الصخور والتراب. أدرك أن هذه المتحجرات تحتوي على أكثر من مجرد عظام. أزلت جزءا صغيرا مما ظننته صخرة رملية ونظرت إليها وكان عليها نقش غريب، فأعدت قطعة الحجر الرملي إلى المختبر، وبعد ذلك بدأت بتنظيفها، وشيئا فشيئا بدأت تظهر الحراشف. أمسك ليسون بيده جلد حيوان حرشفي انقرض منذ 67 مليون سنة، ما هو آسر للاهتمام.